مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقه دي حلقه مهمه جدا يا جماعه، وحلقه طالع فيها انصح الناس واوعي وانبه مليون مره. ومش عيب لما البني ادم فينا يغلط ويصحح خطأه وينصح بيه الناس. وقلت لكم ان احنا اغلب حلقاتنا بتكون في تجارب احنا بنعملها وممكن نرجع فيها. الغلط لو احنا ما طلعناش قلنا احنا جربنا حاجه وما نفعتش. الغلط ان احنا نكفي على الخبر مجور وما نتكلمش. الغلط ان احنا دايما نحسن من نفسنا ونعلي من شأننا قدام الناس بس في نفس الوقت ممكن نضر حد. لا، احنا لا عايزين نضر حد ولا عايزين نسبب في مشاكل لحد. من فترة كده نزلت حلقات لكمية علاجات بيطرية انا جبتها من مكتب بيطري، تمام، واديت منها للكلاب بتاعتي واستعملتها مع الكلاب بتاعتي. في حاجات منها جابت نتيجة وفي حاجات منها ما جابتش نتيجة. النهاردة بقى انا طالع ننصحك ونقول لك احترس من العلاجات البيطرية مع الكلاب بالذات. احترس من الادوية البيطرية مع الكلاب بالذات، لان ممكن تكون سببت عندي مخاطر او سببت عندي مشاكل. الحمد لله ربنا قدرني ولحقتها قبل الكارثة وقبل الصدمة. احترس من اي وصف، من اي وصف من دكتور بيطري مش مختص بالحيوانات الأليفة. الكلام علني اهو، انا بتكلم علني ومستعد لاي مسألة انا تسألها، تمام. احترس من اي دكتور بيطري ما عندوش اختصاص بالحيوانات الأليفة ويوصف لك حاجة. حرص من دي، الناس اللي عندها كلاب بتبقى في كرة ومراكز ومفيش دكاترة بيطريين متخصصين حيوانات أليفة، وبيروح يسأل وبيمشي ورا دكتور بيطري بتاع مواشي ممكن يوديه في داهية، تمام، لان انا لحقت كارثه عندي قبل ما تحصل. بص يا سيدي، انت وهو كل العلاج البيطري اللي انا جبته، تمام، انا رجعته ما عدا الديكتوماكس ده احنا بنشتغل بيه بقالنا فتره. الزيلا ده مضاد ديدان وحشرات، ما عدا الزيلا جيكت ده مخدر، تمام، احنا بنشتغل بيه بقالنا فتره، تمام. دولت اللي احنا بنشتغل بيهم بيطري، يعني بالعربي كده سيبنا من الزيلا جيكت عشان الناس ما بتستعملوش كتير، بالعربي كده الديكتوماكس، تمام، ده احنا بنشتغل بيه، ده كويس جدا. الديكتوماكس مضاد حشرات ومضاد ديدان واحنا بننصح بيه الناس، تمام. تعالى بقى، لان انا رجعت كل العلاجات اللي انا كنت جايبها وجبت علاجات بشري، وهنشتغل بالبشري زي ما احنا كنا ماشيين الاول. احنا حاولنا نعدل ونحسن ونوفر للناس فلوس، يعني بالعربي كده العلاج البشري معروف انه غالي، تمام. وقلنا نتصل بمكتب بيطري في حد فاهم، لكن للاسف صعب ان تلاقي حد فاهم الايام دي، تمام، ونساله عن والله انا محتاج حاجه مثلا فيتامين للكلاب، محتاج معادن، فبيقول لك ادي كذا. اتاريه هي الفكره مش ادي كذا ان هو فاهم، الفكره ان هو عايز يبيع لك سلعه نايمه عنده. ركزوا في الكلام اللي بقوله، وكلامي ده انا ممكن نطلع بعد كده بفيديوهات توضيحيه ليه، تمام، بس انا بحب اتكلم علني. ولو انا انضريت في شيء ما احبش الناس اللي بتتابعني تنضر فيه. لو انا انضريت في شيء ما احبش الناس اللي بتتابعني تنضر فيه. يا جماعه بلاش علاجات بيطريه للكلاب غير اللي احنا نشرحها او ننصح بيها، تمام. في نقطه حابب اقولها لكم، واحد يطلع يقول لي ما انت جبت وشرحت، ما انت جبت وقلت لنا ده كويس وده كويس. يا جماعه في حاجات اضرارها بتبان بعد فتره، اضرارها بتبان بعد فتره. طيب انا بقى نعمل فيها بسم الله ما شاء الله ابو نور بقى اللي هو هنا وهناك، والراجل اللي بقاله 100 كذا سنه بيربي كلاب وما نطلعش نقول لك على الحقيقه؟ لا، يبقى انا كده ما عنديش دقه جدعنه ان انا نخبي عليك. لازم نصارحك، لازم نصارحك ونقول لك حاسب العلاج اللي احنا طلعنا نصحنا بيه قبل كده وقلنا ان هو احنا جبناه وهنستعمله مع الكلاب، ما تجيبش ده، هات كذا بديل ليه، تمام. تعالوا نقول لكم انا جبت ايه امبارح بشري. العلاجات اللي احنا بنتكلم عليها بشري، اوليجرام ده مضاد حيوي كويس جدا، ومعاه نوفيكتام اهو بديل اليونيكتام، لان اليونيكتام دلوقتي مش متوفر. احنا كنا بننصح دايما باليونيكتام 375، في نوفيكتام 375 بديله، ده مضاد حيوي كويس، تمام، هنستعمله في شغلنا اهو. اوليجرام اهو، تمام، عشان صديد اللبن وعشان المشاكل اللي فيها جروح والمشاكل الصحيه عند الكلاب. ونوفيكتام ده كويس جدا تستعمله مع الكلاب الحوامل عادي، انا شغال باليونيكتام والحاجات دي عادي، تمام. فوليك اسيد، فوليك اسيد ده، تمام، عباره عن حمض الفوليك اللي بنستعمله مع الكلاب الحوامل، تمام، بيظبط معايا الجراوه. ميلجا،
ده مقوي اعصاب وفيتامينات، يعني بالعربي كده فيتامين للكلاب، تمام. وكل حاجه فيها النشره بتاعتها. كيروفيت، كيروفيت برضو فيتامينات للكلاب، اهي شكل شكل البرشامه او الكبسوله بتاعتها اهي، تمام اهو، تمام. ده فيتامين للكلاب. على فكره احنا بنصرف كتير والله، والله بنصرف كتير قوي، ومش عشان احنا مثلا ممكن نستخسر، بس احنا الفكره في الموضوع بتاع البيطري قلنا ان احنا نجيب حاجه نستعملها سريعه، تمام، وفي نفس الوقت ايه ممكن تظبط معانا الاداء. فلاجيل مطهر معوي، برشام، فيبرامايسين عشان بتستعمله لو في عندك حالات بابيزيا او طفيليات دم، مضاد حيوي برضه، تمام. 100 جرام يونيكتام، اهو يونيكتام 750 مش 375، دي العلبه بتعملها في حدود 80 جنيه، تمام. وده ال 375 750 برضه، تمام اهو. ديكساميثازون حقن، دي ابر مضاد التهابات، اي نعم هي فيها نسبه كورتيزون، تمام، بس كويسه، بنديها مع الديكلوفين لو في كلب عنده سخونيه. وادي الديكلوفين اهو اهو، تمام. هربانة، ده عباره عن فيتامين بنديه للكلاب وقت الرضاعه، حبايه ولا حبايتين. البنترن، ده مضاد تورم لو في حاجه عندها ورم ولا في حاجه عندها التهابات وورم، تمام. انتينال مطهر معوي، كل الكلام اللي انا بقوله اللي ركزوا فيه. كاتراكس مضاد للديدان، طارد للديدان اهو، تمام. ده العلاج البشري اللي احنا بنشتغل بيه، وهنشتغل قدام عينيكم بالكاميرا وبالفيديوهات كل حاجه بتقابلني عندها ايه نديها ايه، وركزوا معانا. ونرجع تاني نقول لك بلاش تدي ادويه بيطريه للكلاب بتاعتك، بلاش تدي ادويه بيطريه للكلاب بتاعتك. كل الادويه البيطريه اللي في السوق مضروبه، كل الادويه اللي بيطريه اللي في السوق خاصه بالمواشي والحيوانات بس اللي هي بعيدا عن الكلاب، تمام. بلاش تدي، انا بندي ديكتوماكس، ده انا متعود عليه شغال تمام التمام. الديكتوماكس عشان الكلاب دي عباره عن شعر وفرو، بنديها عشان الحشرات والديدان، تمام. هنا في لو انت عندك جراوي صغيره وعندك سخونيه في خافض حراره اهو، ده خافض حراره اسمه دولي دي بلس، تمام. ده للشرب بالسنتي، تدي للجرو سنتي في اليوم مرتين او ثلاثة لو عندك جرو لسه مولود. هايبيوتيك ان 228 ونص مضاد حيوي للجرو برضو سنتي، تمام. في عندي هنا كان في دلوقتي معايا اهي، دي فيتا سيلين بيطري، فيتا سيلين اشتغلت بيها، دي رفع مناعة، دي بتدي للكلب 2 سنتي في العضل شغال بيها. في حاجات مضاد، في حاجات بيطري زي كده وزي كده، دول انا شغال بهم من سنين، تمام اهو. في عندك برضو هنا ده كتفلاي، برضو ده خافض حراره للجراوي، ما ينفعش مع الكلاب الكبيره، تمام. كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي وبنزود عليها اكتر، يعني احنا لو في حاجه جبناها هنقول لك دي ايه وبتاعت ايه، تمام. فيا جماعه اي حد عنده اي حاجه يتصل بينا على ارقامنا، في رقمين تليفون مفتوحين دايما 010 010 و 011، تمام. في ارقام مفتوحه من الساعه 11 الظهر للساعه 6 المغرب ما عدا يوم الجمعه، اتصل بينا في اي نصيحه انت محتاجها. ونرجع تاني نقول لك عشان ما فيش واحد يطلع يفروم لي ويعمل لي فيها بقى التوت فروت والمفتح، ما انت طلعت نصحت عن البيطري وبعد كده رجعت، لا افرض انا دلوقتي طلعت وقلت لك انا جبت شريط برشام هنستعمله مع الكلاب اسمه كذا، طيب انا استعملته مع كلب عندي لقيته اثر عليه صحيا، هنطلع بسرعه نقول لك بلاش ده، تعال نغير تاني نجيب حاجه تانيه. احنا ما بنعملش تجارب على الكلاب، احنا الفكره كلها ان احنا بنتعامل معاهم بالعلاج اللي يناسب الحاله بتاعتهم، تمام. طب هل ده ان انا دكتور؟ انا مش دكتور يا جماعه، انا مش دكتور ولا لي اختصاص في الطب ولا الكلام ده كله، عشان في حد بيتصل بيا فكر ان بيكلم دكتور او كلام زي كده. لو انت محتاج دكتور اتصل بدكتور حيوانات اليفه، بدكتور متخصص حيوانات اليفه. اوعى تتابع مع دكتور بيطري مواشي في حالات الكلاب، نصيحة لله تاني لان دي كارثة حصلت معايا. اوعى تتابع مع دكتور بيطري مش متخصص في الكلاب، اوعى تتابع معاه ويديك علاج تمشي عليه، هتدمر كلبك، هتدمر حالة كلبك، هتدمر الصحة بتاعت كلبك. اي مكتب بيطري عايز يبيع لك ازازة وخلاص، مكتب البيطري ده تجاري وليس طبي،
ده تجاري وليس طبي، عايز يبيع لك، هو بيجيب حاجه من الشركه، حاجه نايمه مش شغاله، عايز يبيعها لك، تمام؟ خليه بقى يبيع لبتوع المواشي وهو حر، ملناش دعوه. حلو الكلام؟ الكلام اللي انا طالع ننصحه ده بننصحه لله وللناس اللي بتربي كلاب في بيوتها وعايز تجيب علاج انت تتعامل بيه او تمشي مع دكتور، يبقى نتصل بدكتور محترم خاص بالحيوانات الاليفه، وانا متاكد ان مرسوم حيوانات اليفه على الحيطه عنده كده على باب المكتب بتاعه او باب العياده بتاعته، نتصل بيه وناخد منه المعلومه ونعالج كلب عنده. يعني لو عندك اي مشكله في كلبك روح لدكتور بتاع حيوانات اليفه وليس دكتور بيطري بتاع مواشي. تمام؟ كلامي واضح وكلامي صريح، يا رب تكونوا استفدتم. وده برضو ان المجتمع هو اللي انا قلت لكم عليه 750، كنت بنشتغل على 375، دلوقتي مش متوفر. تمام؟ انتوا عارفين ان الادويه البشري في علاج تلاقيه في السوق وفجاه تلاقيه اختفى، بنشتغل بنجيب البديل بتاعه. يعني انا جبت امبارح قول جرام اهو، تمام؟ ده بديل للينكتام، وجبت حاجه اسمها كمان نوفيكتام، ده بديل للينكتام ال 375، بس جبته 375 برضو نوفيكتام. تمام؟ فيا جماعه بلاش نخترع وبلاش الكلام ده كله، ويا جماعه مش عيب لما انا نطلع نقول انا جبت النهارده ازازه الدواء دي، وبكره نطلع نقول لكم حازبم ازازه الدواء اللي انا جبتها دي ما جابتش معايا نتيجه وما ظبطتش معايا الدنيا، ده مش عيب، ده دي شطاره. دي حاجه 100 100 ان انا نطلع ننصح جمهوري، لان انا بحبك اكتر من نفسي وحابب ان نوصل لك المعلومه الصحيحه. تمام؟ ده مش استرجاع في اخبار ولا استرجاع في بيانات ولا ان انا برجع في كلامي ولا الكلام ده كله، انا بنجيب حاجه. واول ما نزلت الفيديو بتاع العيادات البيطريه قلت لكم انا جبت 1 2 3 وما تجيبهمش الا لما نجربهم. حصل؟ قلت لكم محدش يجيب العلاج ده الا لما نجربه، ولما جربته في حاجات معايا اثرت معايا صحيا على كلب لازم نطلع نقول لك. تمام؟ تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل الناس اللي متابعاني، مليون مسا عليكم، يا رب تكونوا استفدتم من الحلقه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.